الدين الذي كان لعبد على الزبير بن العوام كان 2000 و200 ألف، يعني 2,200,000. كيف يعني اجتمع هذا الدين كله على عبد الله بن الزبير، على الزبير بن العوام؟ يقول عبد الله: كان الرجل يأتي أبي بأمانة، يقول له خذ هذا المال أمانة عندك حتى أطلبه، فيقول له الزبير: لا، إنني أخشى عليه الضيع، اجعله دينا علي. وإنما فعل الزبير ذلك حتى لا تذهب مروءته، لأن إذا الرجل أعطاه له زي عبد الله بن جعفر مثلا، أعطى الزبير بن العوام 400,000 عشان يشيلهم عنه. لو افترضنا أن لصا جاء فسرق هذا المال، فجاء الطالب يطلب ماله فقال له الزبير: سرقه اللص، ماذا سيقول الناس؟ سيتهمون الزبير في أمانته، فهو كان يخشى على المال الضيعة فيقول: اجعله دينا علي. طالما صار دينا عليه فهو حر التصرف فيه، يصرفه، ينفقه، يعمل أي حاجة، يتصدق به، خلاص صار دينا عليه. إذن لم يستدن الزبير بن العوام ليأكل ولا ليشرب ولا ليجمل حياته، كل المسألة كلها أنها كانت أمانات عنده رضي الله عنه، فخشي عليها الضيعة فحولها إلى دين.